السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام، متتبعين ومتبعات قناة ألوانكم. نحن الآن أمام مطعم وليد لمأكولة السمكية. هذا الريستوران هذا خاص بالحوت، خاص بالسمك، يعني مطعم يعني بحال بغيت تقول دار السمك إذا صح التعبير. هانتوما قناة ألوانكم حاضرة كل يعني بطاقمها. هانتوما قناة ألوانكم حاضرة في مطعم وليد للمأكولات السمكية. مطعم وليد فهو إذا صح التعبير فهو دار للسمك. السلام عليكم الله. قناة ألوانكم ضيفة عندكم اليوم، تفضل أستاذي. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم عندنا قناة ألوانكم. جات تزورنا اليوم وكما كبرت بينا غادي نكبروا بها ان شاء الله. هاد القناة الغنية يعني التعريف جاو يزورونا اليوم، وكما كتشوفوا جيتو مع هاد كوموند خارجة مباشرة من مطعم وليد. كما كتعرفوا على مطعم وليد، الناس اللي زارت مطعم وليد غني يعني التعريف، يعني من ناحية جودة الأسماك، أسماك دائما طازجة عندنا في مطعم وليد، ودائما كنحاولوا باش نوصلوا للكليون ديالنا الأسماك في أحسن حلة. وكنتمناو من الناس اللي كيشاهدوا الفيديو ديال هاد القناة هادي يجيو يزورونا ويشاركوا معنا لي بواسون ديالنا، وكذلك مطعم وليد مختص كذلك في لي فاست فود. عندنا لي بيتزا، عندنا لي سالاد، عندنا لي طاجين دو بولي كذلك ولي فيوند، وعندنا جميع انواع المأكولات. غادي نقدروا نوفروا لكم جميع انواع المأكولات في مطعم وليد. ومن هذا المنبر هذا غنعطيكم لي شيف ديالنا كذلك يقولوا كلمه ديالهم. شيف كاتا حتى هو الغني عن التعريف، تفضل سي محمد. السلام عليكم، مرحبا بقناة ألوان. إن شاء الله يكون كل شيء مزيان، كل شيء هو هذاك كما كتشوفوا. عندنا الطراوة، الحوت، كاينة فاست فود، كاينة بيتزات. هذه دار السمك ياك؟ لا، ريستورون وليدات، دار السمك يعني معقل للسمك، لا ميزون دو بواسون. كما في الطريق د المرجان بحال ياواد مسنان، الرامبوان بحال ياتاود مسنان. كما كتشوفوا كاينه لي صالاد، كاينه الديسير، المهم كلشي موجود. هاك اخي نقدموا لكم الشيف مصطفى. داريت انا مدور سيد، تفضل الشيف مصطفى. كنقدموا لك الشيف مصطفى. الشيف مصطفى السلام عليكم، مرحبا بكم. عندنا مرحبا بكم قناة ألوان. عندنا مرحبا بكم مطعم وليد. هذه باش فتحتوا سيدي؟ هذه ثلاث سنين باش فتحنا، ثلاث سنين دابا. الله يبدع. ثلاث سنين وحنا مع الباترون ديالنا مصطفى من نهار اللي فتح هذا المحل. من نهار اللي فتح هذا المحل وحنا فيه ان شاء الله. طازج و البواسو فريتورات بكافه انواعها، الف ديسير، الف مكان السمك، ما شاء الله تبارك الله. الله كيفك، تبارك الله على لي شيف ديالنا اللي هضروا. الله يبارك فيك الشيف. وكما كتشوفوا كما قال لكم، قالوا لك لي شيف ديالنا، يعني حنا ملي فتح هذا المحل وحنايا متواجدين في هذا المحل، ودائما بدينا من الزيرو وطلعنا شويه بشويه، والحمد لله هذا المحل هذا وصل قمه. وكنتمناو نزيدوا للقدام، يعني كما قلت لكم حنا بدينا في هذا المحل من الصفر، وباقي ان شاء الله غادي نزيدوا القدام، وباقي ان شاء الله غادي تكون واحد التوسعه، غادي تكون واحد التوسعه ان شاء الله. وغادي كافي وليد اللي كيعرفوا الناس اللي كتعرف كافي وليد، يعني ترجع ريستورون وليد وغتبقى لي كافي كذلك. هذه عندنا التوسعه، عندنا التوسعه في الجهه الاخرى،
يعني ساعه نوريو للناس اللي غادي تكون توسعه وغادي يجلسوا في الراحه ديالهم وغادي يكون منظر جديد وجميل ان شاء الله يعجب الزبناء ديالنا. وكما كتشوف فايلا كما قلت لك على مطعم وليد مختص بجميع انواع الماكولات. فايلا ميزو يا فايلا فالنسيان هذه اسبانيا فالنسيان. وكان عندنا بايا بسماتي كذلك الرز بسماتي معروف. وكما كتعرف كما بغيت نقول لك باللي مطعم وليد مختص اكثريه في الاسماك كما كتشوف الاسماك وكان عندنا الاسماك بجميع الطرق يعني بالنسبه للناس اللي بغاو على بلانشا ولا فران ولا في شوايه كذلك. وغادي يكونوا طرق جدادين ديال الاسماك ان شاء الله ملي غادي تكون التوسعه. كنتمنوا تنال الاعجاب ديال الزبناء ديالنا وتنال الاعجاب المشاهدين ديال القناه اللي جات زورنا اليوم واللي هي ضيفه عنا. وكنتمنوا من الناس يزورونا يعني حنايا الناس ديالنا عندنا ديك ليون ديالنا عزازين علينا كنشكرهم من هذا المنبر. ديك ليون ديالنا اللي كيزورونا دائما كنشكرهم من هذا المنبر ودائما غادي نبقاو معاهم ان شاء الله في الخط ودائما غادي نحاولوا نوفروا لهم الظروف باش ياكلوا في الراحه ديالهم وياكلوا منتوجات طريه كما كتعرفوا على مطعم وليد. وكما قلت لكم باقي الشاف عمر باقي ما دواش معكم كنجوزو من منبر الشاف عمر باش يقول لكم معاه الكلمه ديالو. السلام عليكم مرحبا بكم عندنا. كنتمنوا تجيو عندنا وتزورونا في هذا الريستوران ديال وليد فيها كل شيء جديد فيها حاجه باقا نقيه وطريه. عندنا انا بديت من الزيرو هنايا وتعلمت مع الشيفان كباري بحال مصطفى بحال الشي ايوب بحال كارطه بحال الشي عم مالك حازم ايوب الشيف ديالنا ان شاء الله. سي احمد يعني سي احمد الغاني يعني تعرف الناس اللي كتزور مطعم وليد كتعرف سي احمد يعني معروف بالطيبوبه ديالو انسان طيب بحال حنا كنخدموا مع هذه تروازاني حنا كنخدموا معاهم شفنا منهم هي الخير هاد الناس هادو وان شاء الله باقي غنشوفوا منهم هي الخير ويشوفوا منا هي الخير وان شاء الله هاد المحل باقي غنزيدوا به قدام ان شاء الله يا ربي. سي عادل تفضل سي عادل. هذا الشيف عادل عندنا الشيف في السيرفيس. السلام عليكم اولا شكرا على الزياره. شكرا على الزياره بارك الله فيكم على الزياره. ونتتم الكلام اللي قالوا الزملاء ديالنا حنا كنحاولوا ما امكن باننا نرضيو لي كليون اللي كيجيو عندنا. الحمد لله حنا بدينا كنتبوا واحد المكانه مزيانه في طنجه حاليا وواحد تتم اللي قال الشيف ايوب بان بالنسبه للتوسيع اللي كاين دابا ان شاء الله حنا ماشي كافي غادي نزولوها ولكن غادي نعملوها في الصباح ان شاء الله غتكون اختصاصيه في لي بتي ديجوني في الفطور يعني غتكون اختصاصيه في العائلات وفي المساء ان شاء الله غتكون على حساب الغداء وعلى حساب العشاء. وكما عودناكم ديما على الافضل حنا ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يمنحنا التوفيق. تفضل اسيدي مرحبا 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 مرحبا. انا ان شاء الله ناخذكم كما كتشوف هذا الكوموند هذا غيمشي اونبورتي يعني خارج يعني غيمشي هذا ليفريزون يعني خارج من واحد المناسبه. ونزيد نكرر كما قلت نصحح المعلومه بالنسبه للتوسيع اللي كاين دابا كاين التوسيع ان شاء الله مورا رمضان غادي يكون لي بتي ديجوني في الصباح كافي وليد راه معروفه هذه 12 عام وهي خدامه غتكون اختصاصيه في الفطور ان شاء الله وفي العشيه غتكون في الغداء. وكما قلنا قبيله يعني حنا كنحاولوا ما امكن نكونوا عند حسن الظن ديال الزبناء الكرام ديالنا وباش نزيدوا نتبوا ومكانه كبيره في طنجه ان شاء الله. وشكرا على الزياره وبارك الله فيك. شوف يا عم مالك انا الوياد الله يرحمه ويرجع عليك يا عم مالك. ارجع عم مالك. هذا السي عم مالك هذا السي عم مالك الشيف ديالنا كذلك. السلام عليكم حبايب ديالنا تبارك الله عليكم بخيرين مزيانين مرحبا بكم مطعم وليد كيرحب بكم اي ساعه مرحبا بكم عنده الجوده عاليه ماشي شي حاجه هيدا وسالم مرحبا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم. هذه سوبا هذه بواسون سوبا سبيسيال بيان سواني. ما شاء الله. سوبا سبيسيال عندنا فريتورا دواليد سلاطة دواليد ديسير. مرحبا بكم نعنا.
مشاهدينا الكرام، متتبعين ومتتبعات قناة ألوانكم، كما كتشوفوا هنايا مطعم وليد، فهو يتميز بالجودة في العمل وفي الطهي المأكولات، يعني كاين الجودة، يعني النظافة تبارك الله، وكل شيء متول. الله يعاونهم، الله يسهل عليهم، ونتمنوا للمسؤولين القائمين على هذا المطعم التوفيق ان شاء الله. انتم كتشوفوا الحيوط نقيين، لي زماشين نقيين، كل شيء متول على حقه وطريقه. يا ريت هذا المطعم هذا يكون قدوه للمطاعم ديال المملكه المغربيه المتواجدين داخل ارض الوطن. وكنحييو هذا المستثمر هذا اللي جا دار هنايا هذا المطعم، هذا مطعم راقي، والاسماك عندهم واحد الجوده عاليه جدا، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله. شي كلمه اخيره استاذ ايوب؟ كلمه اخيره يعني من هذا المنبر هذا، كنشكروا هذه القناه اللي زارتنا في المحل ديالنا، وكنشكروا المتابعين ديال هذه القناه هذه، وكنشكروا الزبناء ديالنا الكرام من هذا المنبر، كما قلت لك الزبناء ديالنا الكرام اللي كيستحقوا كل خير بالزيارات ديالهم، اللي دائما كيزورونا ودائما كيشاركوا معنا الجديد ديالنا في هذا المطعم هذا. وان شاء الله دائما حنايا كعمال ديال مطعم وليد كنحاولوا دائما نزيدوا قدام ونزيدوا نطوروا من هذا المطعم هذا، ونزيدوا بالقدام من هذا المطعم هذا، وان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا، وغادي تشوفوا مطعم في حله جديده ان شاء الله بعد التوسعه. ومرحبا بالجميع مشاهدينا الكرام، متتبعين ومتبعات قناه ألوانكم. الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه، الى اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، في امان الله.